السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف التاسع. سنكمل اليوم بعون الله وتعالى قصيدة في معان، درس القراءة من الأبيات السابع حتى البيت الثاني عشر. سأقوم أولا بقراءة أبيات القصيدة. في ظل أشرف منبت وأعز سيف في الرجال، لحن من الإيمان غنته الأواخر للأوالي، دوى به قصف السيوف ولعلعت فيه العوالي، أهديته كف الشجاعة والمهابة والكمال، فبدا الحسين وخلفه شعب تعطش للقتال، يفدي الحسين ويفتدي شرف الجهاد بكل غالي. أحسن. سأبدأ أولا طلاب الأعزاء في البيت الأول. في ظل أشرف منبة وأعز سيف في الرجال، ظل بمعنى جانب، أشرف أفضلهم حسبا ومنزلا، أعز منبة أصل، وأعز السيوف يقصد به الملك عبد الله الأول. إذا ظل جانب، أشرف أفضلهم حسبا ومنزلا، منبة أصل، وأعز سيف المقصود به الملك عبد الله الأول. هنا يصف الشاعر مدينة معان وأهميتها، فقد عاشت عزيزة وكريمة واكتسبت أمجادها في ظل الهاشميين، وتحديدا تحت رعاية ووصاية الملك عبد الله الأول. إذن هنا يصف الشاعر مدينة معان وأهميتها، فقد عاشت عزيزة كريمة واكتسبت أمجادها في ظل الهاشميين تحت رعاية ووصاية أشرف الناس وهو الملك عبد الله الأول. الصورة الفنية يا تاسع في هذا البيت شبه الشاعر الهاشميين بشجرة قد استظلت بها مدينة معان. إذن شبه الشاعر الهاشميين بشجرة قد استظلت بها مدينة معان. أحسن. سوف أنتقل إلى البيت الثامن. لحن من الإيمان غنته الأواخر للأوالي. الأواخر المقصود بها الأجيال السابقة المتأخرة، والأوالي هي الأجيال اللاحقة. إذن الأواخر الأجيال السابقة المتأخرة، والأوالي الأجيال اللاحقة. هنا يقول الشاعر بأن مدينة معان وأهلها يتصفون بالإيمان الصادق. إذن يتصف سكان مدينة معان ومدينة معان بالإيمان الصادق، ويقول لها أيضا كنت لحنا وأغنية فيها الكثير من المعاني الوطنية التي آمن بها الناس وتغنى بها الناس قديما وحديثا. إذن يتصف أو يقول الشاعر أن مدينة معان وأهلها يتصفون بالإيمان الصادق، وبأنها كانت لحن وأغنية فيها المعاني الوطنية الكثيرة التي آمن بها الناس غناها الناس قديما وحديثا. أما الصورة الفنية هنا صور الشاعر الإيمان بلحن عذب وصل الماضي بالحاضر. إذن صور الإيمان بلحن، وهذا اللحن وصل الماضي بالحاضر. شبه الشاعر الإيمان بلحن عذب وصل الماضي بالحاضر. البيت التاسع طلاب الأعزاء. دوى به قصف السيوف ولعلعت فيه العوالي. دوى بمعنى الصوت العالي والمرتفع، والعوالي هي الرماح. دوى أحدث صوتا عال ومرتفع، والعوالي هي الرماح. ويقول الشاعر هنا بأن مدينة معان كانت ساحة للمعارك الشرسة، كانت ساحة للمعارك الشرسة، ويقول بأن التاريخ يشهد لمدينة معان بجميع وقائعها التي كانت تحدث على أرضها، فقد كانت السيوف والرماح تدوي بصوت عال. إذن هنا يقول الشاعر أن مدينة معان كانت ساحة للمعارك الشرسة،
وأن مدينة معان يشهد لها التاريخ بجميع وقائعها التي كانت تحدث على أرضها، فقد كانت السيوف والرماح تدوي بصوت عال. الصورة الفنية هنا، شبه الشاعر السيوف المتقاتلة بصوت انفجار قوي يقصف جميع ما حوله. إذن شبه الشاعر السيوف المتقاتلة بصوت انفجار يقصف جميع ما حوله. أحسن. البيت العاشر طلاب الأعزاء، أهديته كف الشجاعة والمهابة والكمال. هنا يقول الشاعر أن أهل هذه المدينة يمتازون بثلاث صفات، يمتازون بالشجاعة والكمال والهيبة، يمتازون بالشجاعة والكمال والهيبة. أهديته بمعنى أعطيته، والكهف والحصن المليء. أهديته أعطيته والكهف والحصن المليء. الصورة الفنية هنا، شبه الشاعر الشجاعة والمهابة والكمال بأشياء تهدى. أعيد، شبه الشاعر الشجاعة والمهابة والكمال بشيء تهدى. البيت الحادي عشر، فبدا الحسين وخلفه شعب تعطش للقتال. بدا بمعنى ظهر، بدا بمعنى ظهر، تعطش للقتال بمعنى مشتاق للقتال. إذا فبدا الحسين وخلفه، بدا بمعنى ظهر، تعطش للقتال بمعنى مشتاق للقتال. هنا يتحدث الشاعر عن الثورة العربية الكبرى وعن أهل المدينة بأنهم كانوا متعطشين للقتال، والذي كان أمامهم ويدفعهم إلى ذلك الشريف الحسين بن علي الذي سار خلف شعبه المتعطش للقتال، وبالتالي تحرروا من الحكم العثماني. إذا هنا الشاعر يتحدث عن الثورة العربية الكبرى وعن تعطش سكان مدينة سمعان وعلى رأسهم الشريف حسين بن علي للقتال والتحرر من الحكم العثماني. أيضا الصورة الفنية هنا، صور الشاعر القتال بما قد تعطش إليه الشعب الأردني، صور القتال بما قد تعطش إليه الشعب الأردني. البيت الثاني عشر، يفدي الحسين ويفتدي شرف الجهاد بكل غالي. يفدي بمعنى يضحي، يفدي بمعنى يضحي. هنا يقول الشاعر بأن أهل معان مستعدون للتضحية فداء لشريف حسين، وفي هذا البيت عاطفة الفداء. إذا يفدي الحسين ويفتدي شرف الجهاد بكل غالي، المعاني هنا يفدي بمعنى يضحي، أهل معان مستعدون للتضحية فداء لشريف حسين بن علي، وهذا البيت العاطفة الكامنة فيه عاطفة الفداء. أحسن. أما الفكرة الرئيسية أعزائي طلاب الصف التاسع من الأبيات السابع للبيت الثاني عشر، دور معان في الثورة العربية الكبرى. إذن الفكرة الرئيسية في هذه الأبيات من البيت السابع للبيت الثاني عشر، دور معان في الثورة العربية الكبرى. بينما العاطفة هي الفخر بالعروبة والرغبة في اتحاد العرب، العاطفة هي الفخر بالعروبة والرغبة في اتحاد العرب. السمات الفنية الأخرى للقصيدة في معان، تحدثنا في الحصة القادمة في الحصة السابقة عفوا عن بعض السمات، لكن الآن سوف أقوم بطرح سمات فنية أخرى لقصيدة في معان. أولا، تتسم القصيدة بسهولة المعاني، سهلة الألفاظ والمعاني. ثانيا، البراعة في التصوير، يوجد فيها الكثير من الصور الفنية، لكن هذه الصور الفنية تمتاز بالبراعة في التصوير، صور جاذبة، صور ملفتة، صور بارعة. أيضا تمتاز بالعاطفة الجياشة، عاطفة الحب، عاطفة الاعتزاز، عاطفة الفداء، عاطفة الفخر بالعروبة والرغبة في اتحاد العرب.
طلابي الأعزاء، قمنا بشرح الأبيات من البيت السابع إلى الثاني عشر. سوف نكمل الحصة القادمة الأبيات من البيت الثالث عشر إلى البيت السادس عشر مع كتابة الأفكار كاملة والعواطف كاملة والأساليب الفنية للقصيدة بشكل كامل. ألقاكم بعون الله وتعالى الحصة القادمة أعزائي.